صباح الخير لكم أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم برفقة يومنا الجديد. زميلتي بلانش حييتكم صباحا وتمنيتكم نهار حلو. أنا هلأ بدوري بلكم أهلا وسهلا فيكم، انضموا لرفقتنا بالأو تي في وخصوصا ببروجرامنا يومنا الجديد. دايما نحن بنحكي بيوم جديد عن كل المواضيع يلي بتخلق عندكم تساؤلات، سيما الشباب، سيما المراهقين، سيما جيلنا الجديد يلي دايما منعيره الأهمية ليقدر يتابع بوتيرة صحيحة. اللقاء مثل ما دائما تعودتوا مثل بالصباح كل سبت مع الدكتور الاسيس ادغار ترابولسي. اليوم نحن والاسيس بدنا نطرح موضوع كيف منساعد المراهق على تنميه شخصيته. نحن دائما بس تحكي بالموضوع بنقول ما في اصعب منا نربي مراهق ونفهم مراهق والنضج وين صار عند المراهق والثبات بالمواقف. كل هالامور رح نعالجها تباعا مع الاسيس يلي بنصبحه بالخير. صباح الخير لك اسيس. صباح الخير لك وللأعزاء المشاهدين. اسمحي لي بداية، مع أنه بعد ما إجا العيد، عيد بالأضحى المبارك كل اللي معيدين الأسبوع القادم، وإن شاء الله معاني العيد تعطي أنه نتمثل بإبراهيم في الإيمان وفي التضحية وفي قبول الكفارة اللي أشارت لها ذبيحة إبراهيم. نعم، وأكيد من ضمن صوتنا لصوتك أسيس، منور، اشتقنا لك، ننترك من جمعة لجمعة. اليوم بدنا نحكي كيف منساعد المراهق على تنمية شخصيته. هون بداية أسيس، دور الأهل بتنمية هيدي الشخصية، ونحن دايما بس كنا عم نحكي بين بعضنا بنقول أصعب شيء تربي مراهق. صحيح، وأولادنا عزيزين علينا وبدنا نربيهم وبدنا نربحهم وبدنا نتعامل معهم كأولادنا. أحيانا في أهل بيطلع خلقهم بجنوا من اولادهم، وفي اولاد غير، يعني في تنوع بالاولاد بالشخصيات. في ناس بيكونوا كثير هنايا، هلا ممكن بعدين يبطلوا هنايا. في ناس بيكونوا طالعين طلعه فيها متفجرات، نعم، وبعدين ممكن ربنا يفتقدهم يصيروا هنايا. بس بكل الاحوال مرحله المراهقه هي مرحله صعبه في التربيه ومنا سهلة لا على الأهل ولا على المراهق، ولكن نحن معنيين بأنه أولادنا ينتقلوا من المراهقة إلى النضج بأقل كلفة ممكنة. إيه بأقل كلفة ممكنة، ولكن أهم شيء نوصلهم لمرحلة النضج السليم. أسيس، كلمة النضج بتتكرر كتير بلقاءاتنا يلي دايما بنحكي فيها عن المراهقة. بعد ما نضج ما عنده نضوج فكري، بيحكي بطريقة مش ناضجة. شو قصة النضوج؟ هل نحن بدنا إياها كبسة زر عند أولادنا؟ لا، ما حدا أصلا بيخلق ناضج، هو بينضج كيف الثمرة بتاخد وقت لتنضج. نحن نقول استويت أو تتنضج، فالشخصية بتاخد وقت لتنضج. في عوامل عديدة بتنضجها، ظروف البيت، التربية، المعشر، الرفقة، اختبارات الحياة، نوع الدراسي، المجتمع، وهو شخصياً القابلية الذاتية للتغير. كل هيدي بتساهم بتنضيج الإنسان. هلأ في ناس بيكبروا ما بيكبروا، اكستندد تينهود، هيدي تعلمتها هالكلمة من سنين وكنت بعدني عم بدرس. يعني واحد مثلا بيكون مراهق غير ناضج بس بيكبر وبيضلوا هيك، فبيقولوا عنه انه هيدي مراهقة ممددة، فما بينضج. شوفي في ناس كبار مش ناضجين بالوقت اللي علامات التقدم هي تقدم في العمر، لازم يرافقوا التقدم في الشخصية النضج. إذا هذا الأمر ما حصل بيكون في علامة استفهام وتعجب وبيكون الوضع مش سليم. نحن دايما أساس بنقول أنه لازم دايما يكون في تلازم بالمسارين بين الأهل وبين المدرسة إذا كانوا عم يتابعوا المراهق، ولكن السؤال يلي بيطرح نفسه شو المعوقات الأساسية اللي بتحول دون النضوج الفعلي أو إذا بدك بين هلالين المبكر للولد؟ مثل ما حضرتك عم بتقول أوقات بيكون عمره 40 سنة بتحكيه مثل عمره 17 بعده عم بيعيش حالة النضوج. شو المعوقات يلي بتحول دون أنه ينضج هالصبي أو هالصبية ويصير عنده النضوج بتصرفاتهم؟ بدي الفت النظر لشيء قلتيه حتى ما يرموا الاهل المسؤوليه على المدارس. المدارس بيعطوا تربيه وبيعطوا تعليم وجيد اذا كمان بيساعدوه بنواحي عديده تنضجوا، بس انا لا القي المسؤوليه على المدرسه
في تنضيج الولد، وان كانت هي احد العناصر يلي بتساعده في النضج. المدرسه، خلينا الفرقه الشبابيه، ممكن تكون كشافه، ممكن تكون صليب احمر، ممكن تكون اشياء تاني. بس انا ما بلقي على هول، انا بتطلع على البيت، على الاهل. المسؤوليه الاولى في تربيه الولد هن اهله. وبدي اذا بتسمحي لي اليوم كمان اقول هي البي، لانه بكبوا كل الامر على الام. هلا طبعا ام مش عم بتربي الاولاد مشكله كتير كبيره، بس نحن في عنا نقص بالاهتمام الابوي بالاولاد. الاب هو اللي بيعطي هالنضج للاولاد. فانا بدي شجع الاصدقاء الاهل يلي هن بي وام يهتموا بالولد معا، ويعرفوا انه البيت هو مصنع الرجولي، وثم الحياة، المدرسة، البدكة، الدوائر المجتمعية المختلفة. بس لازم يكون البي سهران على عملية تنضيج ابنه. اوكي، هلا مش عم نحكي عن تنضيج اصطناعي مثل واحد حاطه مثلا بالفقاسة وبالمكنة ونازل فيه، يعني طريقة فيها هيك شيء عنوة، لكن مسؤولية الأهل أولا رعاية ابنهم وإيصالهم لمرحلة النضج. أسيس، هل الطفولية هي مرحلة وبتمرق، ولا ممكن مرحلة وقد تستمر مع بعض الأشخاص؟ ممكن تتأخر عن بعض الأشخاص، تكون ممددة. بعض الأهل بيكونوا مبسوطين بالولد بكل تصرفاته الولدية بعمر الولدني، فمثلا بالنطق، بالكلمات، بالمفردات، حتى باستخدام الكلمة غلط مش بموقعها بالجملة أو مش بالمعنى المطلوب، فبتكون مسرة، بيضحكوا جيد. ولكن إذا هيدي استمرت شوي إلى الأمام، هو عم بيتقدم، عم بتصير مدعيات قلق، بيصيروا يفكروا أنه ليش. فلا، نحن بدنا إياه ينمى بالطول وبالعقل، يعني مش بالقامة بس. في مرتين انذكر بالإنجيل عن طفلين، فينا نقول بطلوا طفلين، صاروا أولاد أو مراهقين، يوحنا المعمدان ثم يسوع، يعني يوحنا المعمدان أكبر من يسوع بست أشهر. فتقري نفس العبارة عن الولدين، كان ينمو في النعمة والقامة، في النعمة والقامة أمام الله والناس. يعني عم بينمى بالطول، ولكن كمان في عنده نعمة بعقله بشخصيته. شوفي الأهل بياخدوا الولد صغير، بياخدوا بشكل دوري عند الحكيم، بيحطوا على الميزان، وبعدين بعد شوي بيصير يوقفوا على المزور على الحيط ويقسلوا طوله، بقى بيشوف وزنه، بيشوف طوله، والأهل بيكونوا ممنونين طالما في تقدم. إذا صار أي تأخر ببلش الخوف والهلع. فنحن بدنا نشوفه عم بينمى بالنعمة والقامة، كيوحنا المعمدان، كيسوع. فهيدا كمان بيرافقه تغيرات بالفهم والنطق والإداء. إذا سمحتي لي بدي أقرأ نص بجماليته العظيمة عند بولس الرسول، بيقول: لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. لما كنت طفل ماشي الحال، شو بفكر، شو بحكي، شو بشعر، على قد العمر ممتاز، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. هلا نتمنى انه نبطل الاشياء اللي هي علامات عدم النضج، بس نخلي علامات اللطف والبراءه والوداعه والتواضع منيح، مش عاطلين. بيسوى نكون اطفال بالشر، ايه، بس واحد بيصير رجل بضلوا قياس ولادي بالمعنى، مش القامي والجسد والطول والوزن والعرض، عرض الكتاف. عم بحكي بعقليته، تفكير، ايه، وبتفكيره مشكله، وهيدي المشكلة رح يعاني هو منها، رح يخلي اللي معه يعانوا، لأنه بكرة بيجي تيتجوز تكتشف حالة تجوزته متجوزة طفل ولد. فبقى في اشياء لازم تنترك على الطريق ويتبنى اشياء، يصير في تحولات
هو اول على اخر بده يصير في تحولات بيولوجيه والى اخره، متركها لغيرنا من اصحاب الاختصاص، فبقى لازم يكون عم بيتطور. بولس عم بيقول انه انا لما كنت طفل كان كثير طبيعي اتصرف كطفل. فبتشوفي بولس ترك اشياء، كيف بيفكر وكيف بيحكي، في بالتفكير تسرع بالتفكير وتسرع بالكلام، في عدم احاطه للامور كامله وبالتالي احكام ناقصه. هيدي من علامات الطفوليه يلي واحد لازم يتخلى عنها هو عم ينضج. نعم اسيس عدم الثبات بالمواقف، بتحس مش بس ما في نضوج، بيرتربي، بتحسه مثل كان هيك مخلخل، ما في توازن بشخصيته. هيدي شخصيه المراهق يلي بتطبع كتار كتار، عدد كتير كبير من المراهقين والمراهقات. هون نحن كاهل كمسؤولين طبعا ما فينا بكبسه زر نغيره لهالولد ونقول له ليك بدك تكون ناضج، هو مش ما بيرد علينا. نحن باي طريقه صحيحه علميه بمحلها نبلش نخليه هيك يبتعد شوي عن عدم هالاستقرار العاطفي والشخصي والنفسي وعدم الثبات والضياع يلي عم بيعيش فيه؟ احنا مش لازم نقول له شو الخطه، هلا بيكون عم يسمعونا ان شاء الله. هلا بيكتشفوا قسيس. لازم نواكبه ونوجهه بطريقه دون ان يعرف، مثلا مع امكانيه انه نقول له هيدي ما بيصير وهيك لازم تكون. فهو لازم يكون محاط وعم ناخده تدريجيا مع إمكانية أنه أحيانا نقول له الأشياء بأسمائها، علما مش دائما رح يفهمنا. ولكن عدم الاستقرار هو أمر طبيعي بمراحل، لأنه هو بالحقيقة رح يكون متغير كل يوم. فعدم الاستقرار ملازم لمرحلة التغيرات المستمرة لبين ما يستقر بشخصيته. وهيدا خلينا نفترض انه هي القصة على التينز، هلا علما انه هي مبلشة من عمر ال 11 او العشرة، صارت يعني المراهقة مبلشة على العشرة، عم تعمل ساعة متبكر ايه لحد 18 19. هلا في ناس بينضجوا على 17 بتلاقيه خلص، شو يعني الاسكندر المقدوني على 21 كان فتح العالم. فبتلاقي اشخاص بيتجاوزوا ال 21 وال 30 وبعده تينيجر. فبقى نحن بدنا نواكبه ليشوف كيف شخصيته بتتحسن بتكون افضل. فهون نحن بدنا نحطه بين ناس عندهم نضج، عندهم شخصيات مستقره، ونخليه يشدو نحوه، يوصل له، ينشد انه يوصل لها، يكبر. الجلسة بين الكبار مش دايما عاطلة، فمثلا احيانا بيقولوا قوم روح فوت لجوا العاب جوا، بيكونوا قاعدين الاهل البي والعموم والاخوال. الا اذا كانت احاديثهم بطالة ولا طعمة، كمان في مجتمعات عدماني. فلا، لازم نوجهه باطار طبيعي وباطار مباشر، من وقت لوقت مباشر، من وقت لوقت تكون قصة طبيعية، حتى يشوف كيف الناضجين بيتصرفوا ويقدر تصرفاتهم. لأنه أيام اللهو في مع الطيش والجهل ممكن بعدين كمان تودي للإحراج اللي بيزعجه جدا. هو حرام هو يبقى بينزعج، صحيح. الإحراج بيزعجه من إيده، بس هو ما بيعرف أحسن من هيك، فبدنا نساعده. فهيدي عملية التوجيه ضرورية بطرق مباشرة وغير مباشرة. أنا بفضل أقول طرق غير مباشرة وقليلا مباشرة، بس تكون موجودة بلطف وحنو طول بال. فعالي أكثر الطرق الغير مباشرة، لأنه علم النفس بيقول إذا جيت المراهق بطريقة مباشرة بتدمره. في شغلة يا أسيس قد كتير أنا بعلق عليها وبنتبه لها، هي قصة التنمر. يعني أوقات بيكون المراهق قدامك، ابنك أو بنتك أنت وجارك عم تحكوا عنه قدامه، لك بيتصرف، ما بيعرف يتصرف، مش معقول، بتسمعوا كلام كبير، شو بالعقل، شو ما هول. هيدا التنمر عليه يمكن من شخصه، من شخصيته، من شكله، من مظهره، من مضمونه، قد ايه بتاثر سلبا كمان بثبات شخصيته. هيدي اكبر اذيه، هيدي اهل مدمرين. اذا كان الوحي المقدس قال ما تغيظوا اولادكم، هيدي اكثر شغله بتغيظهم، خاصه اذا مثلا البي صار ينعتوا بنعوت، في نعوت وما اكثرها. في نعوت مش حلوه. لازم نعزز له الكرامة والمناعة. بالمرة الماضية حكينا عن النبل
والعزة، خليه يشد طلوع، نعلمه النبل والعزة والقوة في ذاته. أنا عم بحكي عن المواهب يلي قبل شوي اللي بولس حكي إنه لما كنت طفل، أنا كنت كطفل فكر، فبيسوى نقول له ماشي الحال، هيدي هلأ مرحلة وبتقطع، وإنت بكرة فيك تعمل أفضل. لك الإنسان لما بيتغير، وبدل ما نقول له شوف فلان وبيزعل إنه نقارنه بالأتراب بالبيرز، فيك تقول له أنا لما كنت بعمرك عامل نفس القصة، فبتضلها أهون وبيتقبلها. وأنا شعرت إنه لازم غير، وبعدين أتغيرت فيه المصارحة، مش عيب. البعض بيخافوا إنه بعدين ابنه يمسك عليه ويقول له أنت كنت هيك، لا لا، يساعده. هلا أنا بحب إنه نشغل أولادنا بأشياء تساهم بنموهم. أنا بس بدي أقول كمان بولس الرسول لما حكي عن، هلا حكي عن المواهب الروحية وعن الإيمان، لأنه بالإيمان الإنسان بيولد في المسيح، ببلش بيبي روحي، أحيانا بيكون عم بيهتدي للرب ويرجع للرب على كبر، فبيبلش بداية جديدة، فكمان هو بحاجة ينضج روحيا وإيمانيا. فبولس كتب بالنص شو الأشياء اللي بتساعده إنه ينضج. بيحكي عن المواهب، إنه الله أعطى مواهب تنساعد بعضنا البعض حتى ننضج، وبيحكي لأجل تكميل القديسين لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيرة ناس، بمكر إلى مكيدة ضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. بيحكي عن النمو، بيحكي عن الكمال، بيحكي عن التغيرات. فهو كان بيحكيها بكونتكست، القرينة تبعها هي المواهب الروحية اللي بقلب العائلة الكنسية والعائلة البيتية، في مواهب متنوعة، كل واحد شخصيته مختلفة والله أعطاه وزنات مختلفة حتى تساهم ببنيان الشخصية الإنسانية والشخصية الإيمانية، حتى يوصل للكمال، حتى ينمو إلى ملء قامة المسيح. يعني يعطيه المسيح كالإيديال تبعه، اللي له هيدا الهيرو تبعك. فأنا أشرت هلأ قبل شوي أنه هو كولد كيف كان عم بينمى، كان في مشاهدة لإله أنه عم بينمى، فخلينا نقول له كيف هو ينمى تيصير إنسان كامل. وهون قصة المواهب، ندرب له مواهبه، نكتشف فيه، بدل ما نتركه محطم، خلينا نعطيه فرصة لبناء مواهبه واستكشاف مواهب عديدة لبين ما يعرف شو موهبته، لأنه كمان نحن شو عرفنا شو موهبته. أكيد. يعني بيسوى الأم تجرب مع الولد شوية رسم، شوية موسيقى، شوية رياضة، كل شيء شوي شوي، بعدين بتكتشفي شغلة خديه وكملي معه، فبيصير عنده فرصة ليتخضرم أو لينضج، وهيدي بتساهم. وكمان فرصة التدرب الاجتماعي في الحديث بين الكبار ومع الكبار، هيدي منا عاطلة ولا شوي، وهيدي بيحرموا الأهل ولادهم منا لما الحديث بالصالون ما بيكون كبار وصغار سوا، مثل كأنهم فاكرين حالهم كبار هن مجلس الوزراء وما بدهم ولادي يلعبون، فهن عم بيعملوا شيء كتير مهم، ما بده الولد يسمع ولا يشارك لا بالسؤال ولا بالجواب ولا حتى بإبداء الرأي صح أم غلط. فلا، خليهم يكونوا يا مولاد نضجوا بالكونتكس العائلي بين بيهم وعمومتهم. أسيس، ليه هالمرحلة فعليا هي بيكون المراهق فيها كثير الحساسية تجاه أي شيء، يعني مفرط بحساسيته، كل شيء يمكن يعمل منه مشكلة، كل شيء بيصير له تساؤلاته، كل شيء بيصير له رغباته، كل شيء مش عاجبه، ليش؟ لأنه قلت مرحلة تحولات، وفي منا شيء من عدم الثقة بالنفس، في شيء منا تنمر الآخرين، في شيء منا عدم الاستقرار العاطفي. القصة كل واحد كمان بيخلق، خليني طمن الأهل، كل واحد بيخلق بفخارته الشخصية، بجبلته، مش احنا مجبورين نطراب صحيح. المدرسة بيقول يعني كل واحد بيخلق بمزاجه، بجهازه العصبي الخاص، كل واحد منا بيخلق بعقليته، عقليته، فكل واحد منا كاسبيسيال، كل واحد مختلف عن التاني. ففي منهم بتزيد عندهم، في منهم بتقل،
انه عندهم قدره على الانضباط، ونحن بدنا نعلمه كيف يضبط ويسيطر على حساسيته. بس بتاخذ وقت. مثل كل شيء بالحياه. ايه بتاخذ وقت. مثل كل شيء بالحياه. اسيس اراده الله باللي عم بيصير مع المراهق وين؟ يعني احنا بنسمع الامهات كثار بيقولوا انه طيب يا ربي خلصني بقى، مش شايفه قد ايه عم بيعذبني، مش شايفه كيف منه متوازن، طيب ساعدني يا ربي. هون اراده ربنا بتكمن وين؟ ما بتكبر روح لتفنى روح، ما بتكبر حياه لتفنى حياه. حرام الاهل بيتعذبوا مع اولادهم بس يتذكروا هن قديش معذبين اهلهم. ساعتها بينسوا قد ايه عم بيعذبون اولادهم. عن جد مش معقول يعني دورة الحياة انه نحن بنعذب اهلنا كثير بس ما بنكون اخذين قيمة بالشيء اللي عم بيحكوا لنا اياه او عم بيواجهونا عليه، بس يصير عندنا اولاد بنفهم. ايه ما بيعرف قيمة بي ولا يصير بي. عن جد هيك بنفهم انه اف هن قديش كانوا يعينوا معنا. التربية قلت لك الاسبوع الماضي بدها جرأة. وبدها صبر. بدها حكمة. والأهل وين بيتعلموا؟ بأي مختبر؟ بيتعلموا بمختبر أولادهم مباشرة. ما عدا إذا شي صبية إما عاد تخلفت لما هي كان عمرها 15 سنة بتتعلم بإخوتها الصغار. بس هيدي كتير نادرة. صحيح. قليل. صحيح. فبقى الأهل بيتعلموا بأولادهم. أنا بدي أقول شيء. في ناس رايحين للزواج بدون مسؤولية يصيروا هنن أهل، يعني هنن بدهم يكونوا eternal lovers، يعني بس رايح يتجوز بده يكون روميو وجولييت، الحب الأبدي وغرام وكذا. ما بده الولد ياخد منه اهتمام ووقت وجهد، ما له جهد يربيه، هو بس رايح الزواج ل متعته الشخصية وعيش الحب وكذا. بالوقت يلي من المفترض، وأنا هون بدي أقول شيء للأهل، ما يفرجوا تذمر من تربية الأولاد حتى أولادهم ما يطلع عندهم النفور من أنهم يصيروا أهل. صحيح. هيدي خطيرة. خطيرة. هلأ هيدي ملاحظة سلبية، بدي أعطي ملاحظة إيجابية. لازم يقولوا الأهل لأولادهم من هن وصغار انه هن بدهم يصيروا اهل، يعني مرنون على الفكره. ايه. ولازم يحط له بباله خاصه بهيدا الزمن يلي فيه ضرب للمخطط الالهي الكامن بقوه في الطبيعه، ذكرا وانثى خلقتهما حتى يكونوا بي وام ويجيبوا اولاد. وفي رفض للعيله، لازم نقول له انت بدك تكبر تصير بي، انت بدك تكبر تصير ام. فلما يقدمان على الزواج القصة مش قصة غراميات وحسب، لا، في أبوة وأمومة، يتحملوا المسؤولية، فبيروحوا بيدرسوا بيهتموا يتثقفوا كيف يعلموا ولادهم ويتحملوا مسؤولية الولد، مش الولد انه يا با هيدا الولد عمل لي ديستركشن لوقت راحتي ومتعتي وانا بدي اتسلى وبدي احضر تلفزيون بدي اعمل هواياتي. فلا، هيدي عملية نحن في عنا مسؤولية أدبية أخلاقية إنسانية أمام الله والضمير والأجيال وولادنا أنه نحن نربيهم وننضجهم. يعني هون ذكرتني أسيس بقصة العنف ضد الطفل، يعني قدي في ناس بيجيبوا طفل مش عارفين قيمته، بيعنفوه بيضربوه بيخبطوه بيعنوه، لأنه هو أخذ من دربهم، ياخذ من دربهم مصاري وياخذ من دربهم راحه بالليل، بيوعى بيبكي وكذا. الناس بعنفوا طفل بيبي بس اف بخبطوه، هيدا اجرام. هيدا انا بنظري اجرام. اذا ما فيك تربيه على اسس متينه وسليمه ما تجيبه، مش صحيح؟ وفي ناس بيعتبروه هو مزعج دائم. بالوقت اللي نحن لازم يكون عندنا المسره والمتعه انه نقعد معهم ونشوفهم عم بينمو. وكمان فيها شيء من المردود الجميل على الاهل لما يشعر انه ساعد ابنه بمراحل دقيقه متوتره يتخطاها ينتصر وينضج ويتعلم شيء جديد. لازم يكون الاهل حقلتهم المسره هي حقله اولادهم. الزراعه هاي الزرع المقدس شوفوه عم بينمى. في اباء وامهات بدك تتصارعي معهم تتقليلن شغلكن الأول ولادكن بالوقت اللي هنن مزعوجين
انه دواماتهم قصرت، مداخيلهم قلت بسبب دواماتهم اللي قصرت، وبده يعطي الولد بيقول لك انا ليش عم بشتغل قد تقاطي. هو مفكر انه كل العمليه انه انا بعطيه مصاري لابني، بجيب له العاب شو بده، بعطيه ببعته كولوني، بخليه يسافر مع المدرسه كذا، بس يحل عني انا عم بعمل مصاري، بعمل بدي يزيح عني، يزيح عني. بالوقت لازم تكون متعته متعه مع اولاده، يشوفهم قدامه عم بينضجوا ويربوا. طيب أسيس، في تربيه كامله؟ نحن ننشد الكمال بس منا كاملين بكل شيء، هل فينا ننشد الكمال بتربية مراهق أو نعرف ناخذ له الموضوع من كل جوانبه ليمرق هالمرحلة المصيرية بأقل خسائر ممكنة؟ لا، ما في تربية كاملة حتى ما حدا يزعل، إنه إذا لأنه إحنا كلنا مقصرين يعني أكيد ضميرنا بأنبنا، ولكن نحن لازم نعمل الماكسيموم ودائما نحسن، فبضل في اشياء نواقص بنضل نتعلم. قلت لك نحن بنتعلم اولادنا، نحن بنتعلم اولادنا، بس في تربيه عن تربيه بتفرق، في ناس عاطين وقتهم لاولادهم، في ناس بيهتموا باولادهم، في ناس لا، في ناس بيقروا تيتعلموا، في ناس بيسالوا، وشرط يكون المرجع حسن وما يكون. ف خلينا نقول انه نحن بهالحلقه بدنا ناسس للمخ يبلش يفتكر كيف نحسن. أنا قلت بالمرة الماضية في حكمة إلهية موجودة بسفري الأمثال والجامعة في التربية، ومنثورة نثرا بكل الأناجيل وكل الرسائل، فالمسيح قال مثلا: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يعني القصة بغاية الأهمية، تصور لما كانوا إجوا الأولاد نحو المسيح، هنن حبوا يجوا يقربوا. ليش حبوا يجوا يقربوا؟ هلا نحن الوعظ الديني بيفسر لك انه الله اجتذبهم وهن اجوا بعمل الهي وكذا، لا، يمكن هن اجوا لانه اولاد ومراهقين شافوا حول هذا المعلم في ناس، وهن حبوا يكونوا مثل الكبار. يعني هيدي ليش ما بنفكر فيها؟ فانزعجوا الرسل منهم، يلا من هون، زيحوا على جنب، لا، هن حابين يكونوا بين الكبار وحابين ينتموا لهيرو. لاحظي معي انت، المراهق على طول بحب ينتمي لهيرو، على ايام نقص اسم من المجلات البنات بقصقصوا صور ممثلين ومطربات، والشباب بقصقصوا صور شو مخروا غيروا من ابطال الرياضه وبحطون على الحيطان بالاوضه. هلا صارت كلها ديجيتال، الولد على طول بحب يعمل علاقه ولو ذهنيه بالتصور تبعه مع هيرو، فهول قربوا شافوا انه يسوع هيرو بمجتمعه، بدهم يكونوا راب منه. الرسل انتهرون وبيعدون، قالوا المسيح: دعوا الأولاد يأتون إلي، وضع يديه عليهم وباركهم. فبقى لا، خلينا نجيب أولادنا للمسيح، وهذا اللي قريته بالنص، أنه نحن بدنا نعمل لهم البطل قدامهم المسيح حتى ينمو إلى ملء قامة المسيح. فمن هو الهيرو اللي أنا عم بحطه قدام أولادي؟ وهيدي قصة بغاية الأهمية، مين الهيرو عم بحطه قدام أولادي؟ صح، هيدا عن جد شغلة كثير مهمة. أسيس، أنا خلص وقتي، شو بتحب تقول لك الأصدقاء اللي تابعونا بهالحلقة الحلوة؟ ما تغفلوا الصلاة لأولادكم، صلوا لهم. راح هيدا البي اللي ابنه معذبه، قال له: يا سيد ارحم ابني، يا سيد ارحم ابني. حني ام صموئيل قالت: لاجل هذا الصبي صليت. فخلينا نصلي لاولادنا، نخصصهم بالصلاه، وكل ازمه نسميها باسمها، نقول: يا رب هيدي الازمه بدي اياك تساعدني بحلها، يا ريت يا رب تتدخل بحياه ابني. بس كمان خلينا نصلي لنفوسنا، نحن بنقصنا الحكمه والصبر، مثل ما قلنا: يا رب اعطيني الصبر، اعطيني الحكمه والنعمه في تربيه ابني. تربية الأولاد مشقة ولكن مسؤولية، ولكن بالأخير مسرة بتفرح قلوبنا لما نوصل للهدف المنشود، ونشوف أولادنا. الله يفرح الجميع بأولادهم إن شاء الله يا رب. أسيس، أنا بدي أشكر وجودك الصباحي معنا، بدي أشكرك على هذا الموضوع، إن شاء الله هيك يفتح نوافذ كتير عند كتار من الأهالي اللي بيتابعونا. تسلمي، وبقية ويك أنت حلو، بتمنى لك. مرسي. أهلا وسهلا فيك. أصدقائنا المشاهدين، حنا منتابع رحلة يومنا الجديد، بناخد بريك ونواصل. We'll be right back.